السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على موهبة دون العشرين عام في أوروبا تنتظر يعني التفاتة من الاتحادية الجزائرية، لأننا أصبحنا بدون مدرب، بدون مدرب ولا مدرب غا يزيد عنده حلم واحد وهو كأس العالم. وصحيح ناس لعابة تاع 2019 يقول لك رانا لازم نروحوا لكأس العالم، زادوا هادو على بالك والفوا يبيعوا الأوهام. حاليا حنا رغم أننا نشوفوا بلي كاين نقائص كبار، حنا كاين ننتقد بلي كاين نقائص كبار، ما يغلطني تا واحد. مدرب ناقص بسببه ولاو كاينين نقائص في المنتخب الوطني، ولات المجامله، ولات مناصب محجوزه، ولات مناصب محجوزه في المنتخب الوطني. حتى وين في مباراه مصيريه تاع الشعب دا الهراوه باش دخل، الناس هودت الكاميرون جاو دخلوا، كاين اللي دا الهراوه باش دخل باش يحتفل. حتى المناصب اللي كانت محجوزه دو دراه تروا. انت تقول لي بلي انت راك ضد بلادك، شكون اللي يجي ضد بلادو؟ شكون اللي يكره بلادو؟ شكون اللي يكره بلادو؟ يقول لك واحد الكلام، يقول لك غير المهبول اللي يعيف ريق تاع فمه. انت كيما تعيف الريق تاع فمك وانت تشبخ به الخبز، ربي يدير لك ذاك الريق، تشبخ به الحاجه اليابسه باش تاكلها. انت كيما تكره بلادك؟ قول لي كيفاه. احنا على بالنا تلعبوا على هذوك الاوتار تاع هذو اعداء، هذو جاليه كاميرونيه خاطش لي يكشفكم، لازم كاع الناس تمشي معاكم باش نكونوا جزائريين، لازم كاع نقولوا كلنا المدرب باش نكون جزائري، لازم نشوف الفساد ونقول بلي انا وارانا مع هذو بتاعو نكون جزائري. لا لا لا، اللي ما ينهيش على المنكر هو ذاك، هذاك هو عدو، هو العدو اللي ما ينهيش على المنكر واللي ما يكشفش يعني نقائص، هذاك هو العدو. أني عاقل نهار اللي دار قائمة تاع المنتخب الوطني ضد الكاميرون، كاين الفيديو، الناس كاع ولاو يعايروا، انت شكون؟ انت بصح تخبوا بهذه القائمة. والله العظيم قلت لكم الله يجعل روحه برك، الله يجعل روحه لكم ديموند. أني عاقل عليها كيما قلتها لكم، نهار اللي أعلن القائمة صورتو كي صد في غولي وقديورة. في غولي كان في 3 ماتش ما لعبش، قديورة كان في 4 ماتش ما لعبش، مبليسي في الثروازيام ديفيزيون ما طاكش يلعب وجابه. قلت لكم يا جماعه على حسن ما راني نشوف. ومن بعد شفنا جاب بلايلي وحده الجهه هذيك، كان تا واحد معاه وحده. تا من ربح عيط لبالرحمه، جا بالرحمه جا دار سوفونير هكا تاع، جا شاف الاقصاء وراح. واو لله، كيما مباراه مصيره تجيب 11 واحد برك، تجيب 7 واحد، ما كان تا واحد معاه. شكون اللي كان معاه؟ في راسو كان بيدخل راشد غازال، هو جاب واحد برك، جاب محرز وحده، 11 وحده من اليوم، محرز منا وحده. هذا ما كان خويا، جاب ما كان حتى حاجه. أغالب على بالك الناس كي يقول لك بلي بالتحاق الباقيه، كلا التحاق بقية ما والو. شكون هما؟ شكون؟ أنا الله يجعل يجي 20 جوال، أنا لا ماذا بيا تجي 20 جوال، خاطش هذا المدرب لو كان يخدم من 2019 كل خطا يقول حبة زوج، 3 سنين حبة زوج، يعني 11 لاعب وراه مخليها، 11 ولا 12 لاعب وراه مخليهم يدوروا، مخليهم خطا يجي ما يعيط الواحد ما يعيطش نورمال. اليوم كو صابوا باليوم كرة عادي 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 عادي، الشعب الجزائري كرة صدق، الناس قاعد يتقارع هواس، الناس قاعد يتقارع فلان راه جاي، لا مشى جاي، راه جاي مشى جاي، كيفاش؟ وبعد يجي يقول لك، بعد يخرج لك الناس يقول لك عنده دار مشروع، تاعش مشروع؟ وين راه مشروع؟ علاش تولى مشروعكم تهضروا عليه انتوما؟
وين مر المنتخب الوطني الجزائري مؤخرا بفترة فراغ كبيرة بعد فشل في كان الكاميرون والإقصاء من تأهل لمونديال قطر، وكذلك سلسلة النتائج المتذبذبة في لقاءات ودية، وهذا ما دفع الجماهير الجزائرية يعني لتوجيه انتقادات بشدة إلى هذا المشرف السابق على المنتخب الوطني، وأرجحت أغلبية أن سبب النتائج السلبية وانهيار مستوى الحظ يعود إلى السن، يعود انهيار المنتخب الوطني من نهار المكسيك. من نهار المكسيك بدات بلادي فرنسا، وبدات وقلنا لكم النهار اللي درنا مع كل رابحين زيمبابوي بريمير ميتو 2-0، دوزيام ميتو طاح النيفو، قلت لكم يا جماعه عاودي، قال لك انت يا منا النهار بوركينا فاسو نبهله. بصح انتوما تعرفوا انتوا على بالك كي خرجوا هذو الناس يحضروا كي خرجوا تاع كلنا اسيست عليك. انتوما اللي حنا اللي درنا مع زيمبابوي 2-2 ما حضرتوش على نقص، روحتوا مع المنتع تاع محرز من شحاب كراه شحاب الطالو، ما حضرتوش على التقييم. كاش واحد فيكم حضر التقييم؟ راني عاقل قلت لك كنت لكم بنت شباب مركا، بصح ما كاش تقييم في المباراة، علاه نديروا التقييم؟ قال لك انتوما تكرهوني كيما تكرهوا الروترينر، انتوما اعداء النجاح. ايا جات الكاميرون قلعوا لكم كاع الجناحات. وأرجعت أغلبية أن سبب النتائج السلبية وانهيار مستوى الخوض يعود إلى سن اللاعبين الحاليين، حيث يحتل المنتخب الوطني المركز الأول من حيث معدلات العمر المتقدمة، خاصة بالنسبة للتشكيلة الأساسية التي تضم حارس ملحي وسليماني متجاوزين 35 سنة، والبقية أغلبيتهم يتجاوزوا 30، ومنهم محرز، ماندي، منجح، بليلي، بن عمري، فيغولي، يعني ويوجد الناخب هذا المدرب هذا مشرف السابق المنتخب الوطني أمام رهان حقيقي، لأنه من أجل إعادة الخوض إلى الواجهة من جديد، وذلك من خلال البحث عن لاعبين يعني صغار في السن من أجل تعزيز صفوف المنتخب الوطني بمواهب شابة، على غرار أي تنوري، عوار، عدلي، الذين من الأرجح أن يلتحقوا بتربص الخوض شهر مارس المقبل. كما ظهرت في الفترة الأخيرة عدد من اللاعبين الجزائريين يعني في التشكيلات الدور الفرنسي من دون مشاركة، وهم دون 20 من العمر، ويوجد عدد منهم سبق له أن تقمص الألوان الخوض في الصنف الأواسط، منهم يعني اللعاب نادي تولوز صاحب 18 سنة، واللاعبين يعني فلباي، نازيم، وغيناس الذين لعبا مع نادي موناكو الفرنسي، وريان شرقي صاحب 19 سنة. وفي حراسة المرمى بإمكان هذا يعني وين دعوت لبولهندي حارس نيس الثاني البالغ من العمر 21 سنة فقط، إضافة إلى حارس عبد الله العيدوني وهو من أم سويسرية وأب جزائري، وكان ضمن تشكيلة الفريق يعني السويسري العام الماضي. صح المدرب، شوفوا شكون المدرب اللي راه جاي، احنا رانا بدون مدرب، رغم انني عندي كما يقول لك ثقه كامله باش يزيدوا لهذا المدرب، غادي يزيدوا خاطر عليه ضغوطات كبيره على رئيس اتحاديه على حساب بالعرض. هو احنا رانا بدون مدرب، الناس اللي تهضر يقول لك راحوا جاوا المدرب راه هضر وراح اللاعب، المدرب راه في داره نورمال، ما هضر ما شاف. لا كذبوا، شو كذب باش تكذبوا، ماشي مليح بنادم يجي يكذب عليك تكذب عليا، ما عندكم شوف راكم على بالك، والله لا على بالك بلي حرام عليكم تكذبوا، مازلتوا تكذبوا خاطر علاه لازم تكذبوا، مازلتوا تكذبوا لازم تكذبوا، واش كنتوا تهضروا كاع كذب. هذا واحد من الناس قلت لكم نهار اللي جاب هذوك سبعه، قلت لكم هذو سبعه غادي واحد ما يبقاش فيهم. عرفت شو كاش واحد اليوم راه يهضر على بلال عمراني، كاش واحد راه يهضر على حبيش، شو كيقلبوكم، شو كيقلبوكم، بصح واخا قلبوكم كاش واحد راه يهضر على الميليوتي، ما كاش واخا يقلبوكم، ساهلين صابوكم ساهلين، انا نقول
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا الفيديو ونمشي ابوني اي ابوني معنا وربي يحفظكم خاوتي صحيتو.